أول متبرع أول متبرع حط أهل ممريك ليش ما حرزيش إيش إيش لا حرام فيه يا شباب صورتكم صورتكم شنطة ليش هاي 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 يرحم والديك تقدري بيه يا حاج تقدري بيه ربي يخليك يرحم والديك سوي سوي قدام ربي يخليك تخلي المواطنين لافيت ايش 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 صور بوز احسن بوز 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 بين بوز لا يبارك فيك عامل ايش عايش مش اللي يجي صحيت ربي يخليك ان شاء الله ربي يخليك يا حاج بارك الله فيك انت مو بارك الله فيك ربي يخليك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله مشي نوكي هذه يا بنتي 110 اللي عايش كميمتي مش مشكلة مش مشكلة ما عندك سرف 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 بارك الله شبور 26 طيب لا محرش سامي حد شاكي حتى 50 150 اللي يجي خلينا نعمل نصب تذكير للبيت ما عادش سمح حي سوري سمح حي شهداء حي شهداء خسر الدراهم 100 خسر الدراهم اللي يجي حتى شيخ صحيح ما تخلوش كل خليني نصور شويه
ما عندوش مش مهم حتى شيء رمزية عشان يا رب 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 يا